عرفينا بنفسك. انا بتول، عندي 21 سنه، انا PR وماركتنج وسوشيال ميديا سبيشالست. حاليا انا بدرس وفي اخر سنه في الجامعه بعمل ماسترز. ثلاث حاجات تحب الناس يعرفوهم عنك. مجتهده، بأؤمن قوي بنفسي وبالربنا وبالحواليا، انسانه قوي. افتحي البوكس اللي قدامك. في عندك راوتر؟ اسحبيه كده. تفتكري قبل وجود هذا الشيء كنا بنتسلى ازاي او بنشغل وقتنا ازاي؟ بصي، قبل وجود الراوتر كان عندنا وقت بنقعده مع بعض اكتر، في جوده الوقت كان بيعدي ابطا. يعني يمكن من سبب من الاسباب ان الوقت بقى بيجري دلوقتي وبقى فيه كم من الكومبيتيشن كده، انه بسبب وجود الانترنت. يعني تفتكري كنا بنتسلى ازاي؟ في روتين، كان في روتين اكتر، ودي كانت احلى حاجه. يعني بنصحى من الصبح بدري، بنشرب الشاي ومش عارف نفطر، وبعد كده ننزل مثلا نخرج يوم الاجازات، اللي عنده جامعه بيروح، اللي عنده مدرسه بيروح. كان هممنا يمكن زي ما بقولك الكواليتي اكتر من ان احنا نقعد على الموبايلات ونشغل بالنا بحاجات ما تخصناش اكتر من دلوقتي. انا كنت بتسلى ازاي بقى وانا صغيره قبل الراوتر؟ انا كان عاملين لي عند جدتي وفي البيت عندنا مكتب كده، المكتب ده عليه النتيجه، عارفه النتيجه اللي كانت بتتعلق في البيوت دي، ودي كنت بقعد اكتب، بعمل بقى كاني عندي مكتب وعندي شركه، وبقعد بقى اسالي دي كانت حياتي كلها. يا اما كنت بذاكر، كل خميس ده مقدس بقى ان احنا نخرج مع صحابنا، كنت بساعد بابايا في شغله قوي في البيزنس بتاعه. طب تفتكري العاب معينه كنا بنلعبها في الوقت ده؟ كنا بنلعب مثلا اتوبيس كومبلي، دي كانت من اكتر الحاجات اللي تسحل الوقت في الحياه. النادي ده كان يوميا. تفتكري لو الراوتر هيتكلم هيقول لنا ايه غير ارحموني او افصلوني شويه، حاجه غير الكلمتين دول؟ لو هو حد كويس، لو الراوتر ده حد كويس، هيبقى عادل انف ان هو يقول لنا لا افصلوا عني شويه وخدوا شويه وقت كده مع نفسكم واعملوا فيه حاجه ليكم. يا اما لو هو حد برده كويس ممكن يقول لنا استخدموني في حاجه مفيده. وجهي رساله للراوتر وقوليه هتقولي له ايه. هقول له انا من غيرك كنت هقعد في البيت لان انا شغلي كله معتمد على الموبايل والانترنت. عندك في البوكس عصايه سحريه؟ تفتكري ليه السوشيال ميديا كان سهل عليها تاثر على المجتمع قوي وتبقى ادمان زي السحر؟ علشان قوتها، لانه هي ملت فراغ كبير قوي طبعا للناس اللي بتستغلها صح والناس اللي بتستغلها غلط برضو. بس خليني اتكلم عن الجزء الايجابي وبعد كده ناخد الجزء السلبي. انه هي ملت فراغ كبير قوي، زودت المعرفه والعلم عند ناس كتير قوي قوي، سهلت انه دلوقتي اي حد معاه تليفون ومعاه انترنت يقدر يعمل اكاونتس على سوشيال ميديا بكل سهوله ويبقى مواكب الواقع. يعني انت دلوقتي على بلاتفورم واحد او منصه واحده عندك معلومات وتقدر تثقف نفسك في مجالات مختلفة جدا. الجزء بقى السلبي انه للأسف في ناس بتستخدمها غلط، مش يعني غلط من ناحية انه هم يدخلوا بقى يحدفوا كلام مش لطيف او تعليقات سلبية على للناس اللي بتشتغل فعلا جامد. في ناس كتير قوي قوي عندها قلة وعي بسوشيال ميديا، ففي ناس طبعا بتتخطى كل حدودها لمجرد ان انا بتكلم من ورا سكرين يعني. وفي ناس مش بس للتعليقات السلبيه، في ناس بتستخدم سوشيال ميديا تطلع تشتم في فيديوهات لمجرد ان هي عندها اكاونت. في رايك السوشيال ميديا خلقت مشاكل في المجتمع ولا بس اظهرتها؟ انا في رايي السوشيال ميديا عملت الحاجتين، هي اظهرت مشاكل وخلقت مشاكل. خلقت مشاكل زي انه الوقت اللي احنا بقينا بنقضيه مع المحيطين بينا، اهلنا واصحابنا، هو قل وتاثر بشكل كبير جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه انه هي اظهرت مشاكل، انه الناس بقت بتقارن نفسها بالناس اللي على السوشيال ميديا، بقت بتشوف غصب عن الواحد بيشوف النتيجه بس لكن بيشوفش كل حد تعب قد ايه علشان خاطر ينزل بانجاز معين او بصوره معينه او يظهر بشكل معين على سوشيال ميديا. بقى في ناس كتير قوي مؤذيه بشكل غير عادي على السوشيال ميديا. طبعا هي السوشيال ميديا خلقت مشاكل واظهرت مشاكل الاثنين. في عندك في البوكس ساعه منبه؟ ممكن تحطي العصايه السحريه. تفتكري ليه بالرغم من اننا بقينا بنعمل كل حاجه دلوقتي بسرعه وعشان بنزهق لو الحاجه طولت، الا اننا بنقعد بالساعات قدام النت ما بنزهقش؟ لانه هي سوشيال ميديا فكره فعلا قويه قوي، هي حاجه بتسحل وفي نفس الوقت مش بتحتاج مجهود كتير. يعني ممكن ابقى قاعده فاتحه الموبايل بتفرج على حاجه وغصب عن الواحد بقنع نفسي اللي هو شويه وهقوم. كلنا بنعمل كده. ازاي اقدر اتحكم في وقت قعدتي على النت وفي نفس الوقت استفاد واستمتع برضو؟ يعني ازاي اقدر اعمل الاثنين؟ ككونتنت كريتر او كصانعه محتوى دايما بشجع الناس اللي هو لو انا
عايزه ابقى حاجه معينه اتابع الناس اللي بتعمل نفس الحاجه المعينه اللي انا عايزه ابقاها، بحيث لما دايما يظهر قدامي الناس اللي بيعملوا الحاجه اللي انا مهتميه بيها مش اكتر ولا اقل. او غير كده بقى ابقى اهتم ان انا اطور مهاراتي، اتفرج على حاجات تعليميه من ضمنها ان انا انظم الوقت ان انا هقعد فيه على السوشيال ميديا، هقعد ربع ساعه علشان خاطر اقدر انجز اللي ورايا، لان الوقت فعلا بيعدي بسرعه قوي. لو انا مثلا هاخد كورس معين ممكن اخد كورسز من على النت وكده، فاهم حاجه بس ان انا ابقى مخصصه وقت معين من يومي علشان خاطر اعمل الحاجه دي، بحيث ان الوقت ما ياخدنيش وما يسحبنيش. في عندك في البوكس متر، متر القياس. اوكي، تفتكري السوشيال ميديا بعدتنا قد ايه عن بعض؟ عندك 100 من ده؟ لا كتير طبعا. أوكي. بعدتنا كتير قوي قوي، وزي ما قلت يعني احنا اي قاعده دلوقتي بقينا بنقعد فيها بقت سوشيال ميديا بتتحكم في جزء اساسي او بتسيب اثر في اي قاعده. ازاي الاسره ترجع المسافات اللي بعدتها بسبب السوشيال ميديا؟ شفتي كل الحاجات اللي انا قلتها اللي فاتت دي، نتعلم بقى نعمل عكسها بقى. فمهم ان احنا نرجع العادات دي تاني زي زمان، نعمل نقعد نلعب مع بعض، نطبخ مع بعض، لازم نرجع تاني المشاركه، بدل ما احنا بنشير على فيسبوك وعلى انستغرام وسوشيال ميديا، لا نشير حياتنا اكتر مع بعض كعيله، وما بين العائلات وما بين الاصدقاء وكده. قدامك ميكروفون، اسألي نفسك سؤال كان نفسك نسألهولك في الحلقة وجاوبيه. زي دخولي في سوشيال ميديا أثر عليا وعلى البيت عندي، لأن هو في الأول أثر على البيت بشكل عليا وعلى البيت بشكل نيجاتيف قوي، إن أنا تقريبا بقيتش بقعد في البيت ومبقوش بيشوفوني بسبب شغلي وكده، وللأسف هم اتعودوا وأنا اتعودت إن أنا خلاص مش موجودة، وده بقى اللي مؤخرا بقيت بغيره، لأنه أنا شفت إنه مش صح خالص. حتى لو هم متعودين وخلاص هم اتطبعوا على حاجة زي كده وأنا اتعودت على حاجة زي كده، مش صح خالص إنه ده يبقى العادي. فبدأت بقى أغير ده، إنه هم بقيت أقعد معاهم أكتر، أخصص لهم وقت أكتر، حتى لو حد طلب مني شغل في اليوم ده بقيت عارفه افرق انه امتى اقدر اقول لا انا النهارده عندي وقت العيله بتاعي او ده وقت الاجازه بتاعي، اللي هو حتى لو انا عايزه اشتغل فيه لا من حقهم عليا انه انا اكون بقضي الوقت ده معاهم. قولي حاجات تحبي الاسره تتعلمها وتنفذها كرولز تخص السوشيال ميديا. ان يبقى في رولز اصلا، يعني البيت عندنا لحد وقت قريب كان ماشي انه الراوتر بيتقفل في وقت معين علشان خاطر ميعاد النوم او عشان خاطر ده الوقت اللي احنا هنقعده مع بعض. فمهم قوي ان البيوت ترجع تطبق ده تاني، ملهاش علاقه بسن الاطفال او عمر الناس اللي موجوده في البيت قد ما ليها علاقه ان احنا عايزين نرجع نريكونكت او نتواصل مع بعض تاني. فان الراوتر يتقفل في وقت معين، الموبايلات بتتجمع فتحط في درج معين، نلعب العاب بقى زي اونو كوتشينا. امتى اخر مره يا جماعه لعبتوا اونو كوتشينا؟ كان اكيد من سنين. فكونكت فور، مونوبولي، الحاجات دي بتخلق ضحك وبتخلق واقعيه كده وروح حلوه قوي قوي ما بيننا، فقدناها احنا مع الوقت بسبب تاثير السوشيال ميديا علينا. الحقيقه اي ثينك بقت زحمه وصعبه كفايه ان احنا يعني مش قادرين نستحمل ستريس بقى من حته تانية من بره زي السوشيال ميديا.